صباح الخير يا جماعة. صباح النور. صباح النور. شو صاير؟ ما عجبوكم تيابنا ولا عمر بيك إجا؟ ديما. أنا المفروض فوت لعنده على المكتب. عمر بيك؟ أنا آسفة لأني تأخرت، بس والله راحت علي نومي لأني اشتغلت كتير وبعدين رحت على الحفلة، تعبت وما قدرت أصحى على حالي الصبح. ديما شرفي لعندي. فؤادو شو عم بيصير؟ والله ما بعرف شي غسان بيك، اصلا حتى لو كنت بعرف ما بحكي، انا لساني ما بيفلت لانه انا ماني جاسوس بالشركه. ليه العولا؟ ايه غسان الوضع مو منيحه، الكندره الجديده انسرقت. سرقت؟ طول بالك، انا ما تاخرت غير ساعه ومحضره البرنامج ولسه في معك نص ساعه لاول موعد. ديما الكندرة الجديدة وينها؟ أي كندرة قصدك؟ الكندرة يلي قلت لك جيبيها من عند المعلم صبري، اوعك تكذبي. وليش لا كذب؟ أنا رحت وجبتها من عند المعلم صبري، وأول ما وصلت حطيتها بإيدي بقلب الخزانة، هون هي. أنا اللي حطيتها. ها؟ ليكو الصندوق هون، ليكو. وين الكندرة؟ ها؟ وينها؟ طارت؟ أنا كم مرة قلت لك هالكندرة كتير مهمة للشركة؟ إيه صح. مو أنا يلي بعتك؟ شو يلي خلاني أوثق فيكي؟ بس أنا عملت يلي انطلب مني وجبتها. يمكن هو مخربط بالصندوق، أو يمكن بعت بالغلط صندوق فاضي بدل يلي فيه الكندرة. عمر بيك اتصلت وسألته وقال لي مستحيل. هيك قال لك هو؟ ديما روحي على المحاسبة حتى تصفي حسابك. كيف يعني؟ أنت عم تقلعني من هون؟ مزبوط، تفضلي. بس لازم تعطيني فرصة، لازم تصدق إني ما سرقت. إذا عندك مبرر منطقي بسمعه. شوفي ديما، أنا هون لأحكي لآخر مرة وأطلع من هالباب وأنا مرتاحة. شو بدك تحكي؟ أنا ما بيهمني الشغل بنوبة، فهمت؟
وما رح أعترض أبداً لأنك عاقبتني وقلعتني، بس أنا ماني حرمية ومو أنا يلي أخذت الكندرة، وممنوع هذا الكلام أقبله. هذا الشيء ما بيصير. شو هو يلي ما بيصير؟ كل اللي صار غريب وأسلوبك. أسلوبي مو عاجبك؟ أنا ما قصدي أقول هيك، حتى لو لقدام ما بدنا نلتقي وما بدنا نشوف بعض، أنا ما بدي إياك تاخد عني فكرة غلط، أنا هادي اللي عم حاول فهمك يا. بس الكندرة كانت بأمانتك. إيه بعرف هالشي، بس أنا ماني غبية لأسرق الكندرة وجيب لك صندوق فاضي. بعترف إني أحياناً بطوش حجري وبعمل شغلات غبية، بس أكيد أنا ما رح أعمل هيك شغلة مثلاً مثل السرقة. وبعدين يا عمر بيك، إذا بدي أسرق بترك الصندوق وبقول إنه الكندرة ضاعت بالسيارة وبتحجج بأي شي. شو عندك أفكار خلاقة؟ عقلي ما رح يقبل ولا يتحمل إنه أنت عم تتهمني. اللي إنه زمزمبي، واللي إني فشلت وخليتهم ياخدوا الكندرة مني، بس ما تتهمني بالسرقة. نحن عم نفوت على ورطة كبيرة، عم تفهمي شو عم قول؟ هالكندرة قيمتها فوق ما بتتخيلي. الله لا يعطيني العافية، أنا وعدت حالي ما بدي أبكي، خلصني ما نضبي. لو سمحتي. مو وقت البكي ديما. قديشك عنيدة. انت يلي عنيد مو انا، انت واحد مغرور وشايف حاله وبيحكم مسبقا، عندك تصرفات غلط وبتعرفهم على فكره، بس ما بتغيرهم كرمال كبريائك وغرورك. اصلا البطله معها حق، الرجال مشان كبريائهم وعنادهم وبيقضوا على حالهم وبيخسروا. ديما حكيك صح، خلص فيكي ترجعي على الشغل. ما اجيت مشان ارجع على الشغل ولا بدي. Ne kadar az yolamışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yolamışım, ne kadar az yolun başındaymışım. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Tehim takmar hansa. Küçüğüm daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden sonsuz. Gabiye değil mi? Gabiye. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük izi bırakmak için didinmem. Ne kadar az yolamışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman. تفضلوا. مرحبا، نحن اجينا مشان الغدا اليوم أنسة. أنو غدا؟ عمر بيك جاي ضيوف على الغدا. ثواني. يا الله، هاي عزيمة الضيوف الإيطاليين. دقيقة لأفتح لكم الباب. تفضلي.
فوتوا، المطبخ من هاي الجهة. عمر بيك، انت ليش لساتك بالبيت؟ بعدين بدك تستقبل الضيوف الايطاليين هون؟ الشباب هيك عم يقولوا انك طلبت منهم، بدك يعني ساعدهم بالطبخ؟ ناقصكم شي غراض؟ اشتريتوا كل شي ولا لسا؟ اخذ العم شكري وروح جيب لك شي. انت فطرت عمر بيك؟ اهدي اهدي، رايح على الشركه وراجع. انت خليكي مشان امور الدعوه. ايه؟ وانا طلبت كل شي من الشباب وبيعرفوا شو بدهم يعملوا، انتبهي. يا أخي ما في عزيمة بدون شاي؟ بس ما في عنا بالمينو هيك شي يا خانو. ايه ما بيصير، في نقص بالقائمة تبعك، رح نغيرها. ضيفوا شاي وزهورات على القائمة، يلا قوام. ما بنقدر نطلع عن القائمة اللي عطونا اياها. ايه ماشي، أول ما يجي عمر بيك أنا بحكي معه وبخليه يضيف الزهورات. المهم شو بدكم تساووا لسه كمان؟ ما رح تعملوا سلطة لبن بخيار؟ كمان مانا بالقائمة. بدون شاي وبدون سلطة، مو معقول هالحكي. بس يجي عمر بيك بدنا نغير هالقصص، القائمة ناقصة، لازم نعيدها هلا. أنا لو بعرف من امبارح أساساً كنت جهزت فاصوليا خضرة بالزيت وقدمتها أحسن من كل هالأكلات. كيف الشغل عندكم؟ عمر بيك؟ هاي القائمة ناقصة، أنا قلت لهم هلا للشباب لازم نعمل شاي وزهورات، وعم يقولوا إنه ما بنطلع عن القائمة. أنت ما بتشرب شاي فهمنا، بس كمان ما بتشرب زهورات، إيه مو معقول. منقول لشكري وبيجبلنا. ايه وعلى فكرة بالحمام ما في مناشف بتكفي للضيوف، إذا منشتري كم شحاطة بيكون أحسن. هلأ مو كتير مهم، بلكي المسا منجيبهم. خلصتوا شغلكم شباب؟ كل المطلوب خلص يا بيك، الباقي عليكم بالإذن. يلا كيف يعني؟ ليش شو بقيان لسه؟ بدي أعمل شوربة لضيوفنا، داقوها من قبل وحبوها وهلأ طلبوها مني. الله يسامحك، ليش ما قلت لي كنت أنا ساويت لك ياها بالبيت؟ ايه شوربة شو؟ شوربة بصل على الطريقة الفرنسية. شوربة بصل؟ عمر بيك بس هيك ما منكون خبصنا كتير بالمنو تبعكم؟ خليني غير ثيابي وبرجع لك. عمر بيك؟ ايه؟ تركنا من الشوربة الفرنسية وخليني أنا أعمل شوربة. هيك خلينا نعمل شوربة بندورة باللحمة وبرش هالجبنة وبتدوب بتدوب فوق اللحمة ودوق هالطعمة. وفليفلة؟ ايه والفليفلة بتعطيها نكهة أطيب، ليش لأ؟ الضيوف رح يجنوا فيها. نعمل لهم ياها غير يوم، اليوم بنعمل شوربة بصل على الطريقة الفرنسية. البصل شو عنيد هالزلمة وبخيل. أنا بشوف مين هذا؟ أكيد غسان. جاية جاية. يلا يلا إجيت إجيت. تمام تمام. لا طيب إيه ماشي. يا هلا مارسيلا. عمر بيك نورت سنيور ماركو. عمر كيفك؟ أنا كتير مبسوط لأني شفتك. شكرا إلك. أوه غسان ماركو كيفك؟ غراتسي ستوبيلا ستوبيلا غراتسي ستوبيلا غراتسي. أوه هاي الهلوة. كنا عم نحكي أنا ومارسيلا بالطريق. السيد عمر إذا ما في بحياته مرة حلوة كيف عم يقدر يصمم ويرسم هالكنادر الحلوين للنسوان؟ بس هلا إنه مستحيل يصمم هالتصاميم الحلوة إذا ما في بحياته ست. بس ليك الست قدامنا حلوة وظريفة. عمر أنت كيف بتخبي عنا؟ لا يكون في عندك أخبار حلوة عمر. عمر 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 ديما مرحبا، أنا اسمي ديما مساعدته لعمر. لا ديما بتكون خطيبتي. معلوم في بحياتي أحلى ست، ديما هي حبي،
حب حياتي كلها. عن جد تجننوا، فانتاستيكو. أنا مبسوطة إني تعرفت عليكي. وأنا كمان. شو هالجمال، شو هالحلا والزرافة يا سينيوريتا. Thank you. غسان، أنت منيح؟ أنا منيح، اتشردقت شوي، ما في شي، خلص خلص كملوا. تفضلوا تفضلوا، خلينا نفوت. عمر، خاطبين من جديد؟ من جديد، صار لنا شهر مو؟ حياتي ليش عم تديري وشك؟ من شو خجلانة؟ ايه، شهر ايه؟ يا عمري، تفضلي تفضلي. تفضلي. روحي. شوف على الحظ، رح نتسلى كتير. أهلا وسهلا. تفضلي. حياتي تفضلي. يا هلا. أهلين، مرحبا. شو عملتوا؟ عفوا، ايه شو عملتي؟ تليفون مهم. ايه عم تسمعيني؟ شو اخبارك ساندريلا؟ ناريمان خانم، عمر بيك وغسان بيك عندهم ضيوف طليان عم نستقبلهم، واحذري شو صار لما اجوا. شو صاير قوليلي؟ تخيلي، عمر بيك عرفني على ضيوفه وقال لهم هاي خطيبتي. خطيبتي؟ يعني ممكن يكون ما عرف شو بده يحكي، قام انحرج قدامهم وقال انا رح اجي لعندكم، لازم نصب الزيت على النار لنشعلها. ما اي نار، عفوا ما فهمت عليكي. كمان سكرت بوشي الخط. فكرة كتير حلوة. استنوا استنوا، قبل ما ناكل بدي وقع لكم على كتابي. حضرتك كاتبة؟ وكاتبة رائعة كمان. بدي اقول انه الحب بيمرق بثلاث مراحل. الأولى بيسموها الحب عن بعد، يعني الحب من النظرة الأولى، منتأثر فيه ومنأثر بالطرف الثاني، يعني بيكون الحب بعيد ومنسعى لأنه نقربه، وهذا بكتابي الأول. وهذا كتابك الثاني ما؟ اسمه الحب من القمة؟ سي، الحب من القمة، المرحلة الثانية، وهذا بيسموه مخدر العقل وبخدر العيون والشفايف تتخدر، الجسم كله يعني لينزل للأسفل. ايه فهمت عليكي، أقرب طريق لقلب الزلمة دايماً بيمرق من معدته من فوق لتحت. ظريفة كتير. هتتأثروا بهذا الكتاب صدقوني، وانطبع ب18 بلد كمان. لو تعرفوا هالكتاب شو أنقذ محبين كتار. إذا هيك أنقذينا لقلنا. مجموعتي من ثلاث كتب، أول واحد الحب عن بعد، والثاني الحب من على القمة، الحب المحرم من الزنار ونازل. مو معقول خطيبتك شو ظريفة. الحب المحرم. أنا كيف ما فكرت بهذا الاسم، كتير حلو، بس لازم ينطبع بإيطاليا، وهن ما بيفهموا بهاللغة يلي عنا، بس بطبعتي التركية ممكن استخدم هالاسم. عمر، لسه متذكر عملت لنا الشوربة الفرنسية الرائعة؟ معقول انسى يعني؟ تصور انه لفينا كل العالم ما اكلنا مثل هيك. لا تواخذونا، ما في شيء من واجبكم، كلها شوربة بصل. ولو صحتين وهنا على قلبكم، تفضلوا. جراتسي. يلا، وين تعرفتوا؟ بداية القصة. بالمطعم التقينا. بالمطعم ولا بمحل شغلك؟ الحب طير عقلهم لهدول حياتي. هيك شايف؟ بالمرة مسح حاله على الخالص. هلا وعمر وديما هي كانت مساعدته، ولهلا هي مساعدته. قام حبوا بعضهم.
يمكن لأنه دائما مع بعضهم بيضلوا لازقين مع بعض مثل حبات العنب. بموت بهيك اثنين مثلكم. شو رومانسي مثل أفلام الهوب ما هيك؟ ايه بالأول مين هاب الثاني وكيف اعترفتوا لبعض؟ احكوا شبكن. يمكن بكتابي الجديد احكي عنكن. حبيبتي بالأول إذا بدك احكي أنت يلا. أنا ما بقدر أحكي. عمر باكي بيتذكر أكتر، هو خلي يحكي لكم. يلا عمر احكي. ما بيصير، دائما الحق بالكلام بالأول للسيدات. يمكن في تفاصيل بدها تخبيها والرجل ما بيعرف بهيك شغلات فبيحكي كل شيء. مزوق كتير حبيبي. يلا احكي. بس أنا شو بدي أحكي للجماعة؟ شو أحكي؟ هلا إذا غلطت بشي مو حلوة بحقك. حاجة تدللي ديما، دائما بتتدلل الصبايا ودلالهم. يلا. طيب إذا هيك رح أحكي. يلا أحكي لنشوف. والله عمر بيك ما بعرف من إمتى حبني، بس برأيي من زمان بيحبني، لأنه هو بصراحة دائماً بيتصل فيني، ما بيتركني لحالي ودائماً بده يشوفني. بالأول استغربت ليش هالاهتمام، بس دائماً هو بيبين لي هذا الوش البشوش. عمر وشه بشوش مزبوط؟ يعني تخيلوا لهالدرجة وأكتر، لو تشوفوا وشه كيف بيضلوا ضحوك. مهضوم كتير. هذا عمر. شو خجلت يا روحي؟ حسابك بعدين ديما، عم تفهمي؟ ايه أكيد. حلوة كتير قصتكم، هالهوب بيستاهل ينكتب. لكي بكرة بدك تحكي لي التفاصيل كلها، مستحيل يدي علي هيك موضوع. طبعا طبعا بحكي لك. احكي لها احكي لها، يلا احكي لها. وانت غسان احكي لنا عنك، ما في عندك هيك شيء قصة حب حلوة تحكي لنا عنها؟ هو في قصة وما في، يعني في قصص كتيرة بس ما في شيء مستاهل. يعني انت ما قدرت تلاقي حب حياتك مثل قمر. بلا بلا لا 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 انت اليوم مانك طبيعية. لا لا هو ما لقى، انا غلطت غلطت بهذا الشيء. خليني اسكت واكل احسن. وزيادة بكفي هيك، شكرا كثير. صب لك شوي. نو جراتسي. وانتي ست ملاك. شكرا حبيبتي. طيب ماشي. اعطيني ايدك. وينو خاتمك؟ اصبعتك بدون خاتم، وينو؟ خاتم شو؟ خاتم الخطبة يا ديما. انا ما بلبسه للخاتم. شو؟ ايه ما بتلبسه. ما بتلبسه. ما بتلبسه؟ كيف ما بتلبسه؟ بلبسه بلبسه مبلا، بس معقول يكون بالحمام نسيانتي؟ لازم تلبسيه، هيك ما بيصير. الخاتم رمز مهم وبيدل على الحب. ايه اكيد. طيب البسيه مشان نشوفه، يعني فضول كبير لحتى اشوف الخاتم يلي هداك اياه شخص محترم مثل قمر. البسيه لشوفه. طيب خليني البس الخاتم يلي بالحمام. انت استني هون انا بجيبه، ولو انا براسي بجيبه. ارتاحوا انتوا وقوم، انا بجيب الخاتم. عادي روحي. شكرا. ما بطول عليكم، دير بالك. شفتي عشاء ما احلاهم مع بعض. وهي كمان ديما ما بتلبسه، مو متعودة عليه لسه. شو حلوين. هلا بجيبه للخاتم، ما بيطول.
ها. ديما حبيبتي؟ لا تطلعي هيك، تعالي. كتير رومانس. سي. معقولة قدرتي تنسي الخاتم؟ حبنا بيتلخص جواته. هلو كتير، هلو كتير. برافو. عمر، هذا الخاتم كتير حلو. ديما مو أول مرة بتشوفي الخاتم، هذا خاتم خطبتنا. عمر عن جد برافو برافو، يعني مو معقول شو هلوين انتو. وديما كتير هلوة. باتشالا عمر، يلا. بدها يعني اضربه؟ مو تضربي، باتشالا بالإيطالي معناتها بوسة. والبوسة من التم. شو عم تستنى؟ يلا باتشالا. يلا باتشالا. أهلين ديما، جبتوا بقلاوة معكم؟ مكروني يا روحي، مكروني. تفضلوا تفضلوا فوتوا. بونا سيرا. بونا سيرا. مرت عمي. ايه فهمت عليك عمر، انت خليك مرتاح. عمر، مرت عمك بتلقطها على الطاير بسرعة. بعرف بتلقطها. عمر. ايه؟ الأكل كان طيب كتير والسهرة كانت بتجنن. صح. شكراً كتير عمر. العفو، صحتين على قلبكم. بدي إياك تورجيني الموديل الجديد. أنو موديل؟ التصميم الجديد الكندرة. نحن بالأساس إجينا لهون منشان نشوفها ونبعتها فوراً من قسم الإنتاج بالمعمل على محلاتنا، وراح تكون انطلاقتها الأولى بإيطاليا. يلا فرجينا ياها عمر. ما على أساس الكندرة معك عطية، هالولد بموقف صعب كتير، مو شايفتي؟ طيب شو بدنا نقوله مثلا إذا شافها معنا؟ رح نوقع حالنا. خلص قول وخليك ساكت. عمر. الكندرة ما شغلة بسيطة، شغلة بسيطة مو مهمة. شوفوا أنا بدي أحكي لكم شغلة بتضحك. مو قصدك عن ياسمين؟ مين ياسمين؟ صحيح ياسمين اللي عنا. ديما عندها موهبة تقليد الناس. عن جد؟ قومي اعملي لهم شي شغلة. شو بدك اعمل؟ قلدي حدا. قلدي ياسمين. ما فهمت، قلدي ياسمين خانم؟ قلدي ياسمين. عيب، السنيور بيعرف ياسمين. والله جد؟ طبعا طبعا، قلديها يلا. اذا هيك بقلدها. عمر، مو ما
معقول شو ما تعبنا بالشغل، خليني شي مرة مرتاحة مثل غسان ولا لا؟ هاي ياسمين بقى لشوف إذا رح تحذروا مين رح أقلد لكم هلأ. أي يا لطيف راسي شو عم يجعني؟ مايا عم يلي صورة صورة يلا مايا. مو معقول شو بتضحك؟ الصورات بتفيد على فكرة. قلدي لنا عمر. عمر لا مستحيل. وليش مستحيل؟ متشوق لشوفك. ايه طيب رح قلدك. ديما جهزي لي برنامج بكره، بدنا نروح نشوف كم قطعه عنا بسرعه، ما في وقت. يلا يلا خلقي لي وقت. ديما المي. شو رايكم يا جماعه قوم واعملكم قهوه تركيه كتير طيبه ومنشربها كلنا سوا؟ ما بتندموا؟ قهوتها طيبه. ما بنقول نشرب على عيني. هي البنت تركية أصيلة بدها تشربون القهوة تبعنا. من أم حبيبي نعست. بس الكندرة وينها؟ عمر حبيبي؟ الكندرة اللي عم يحكوا عنها هي نفسها آخر كندرة صممتها مو هيك؟ إيه صح. أنا تركت الكندرة بالشركة وما جبتها معي على البيت. أيوة. خلص لكم بكرة الصبح نحن منجي لعندكم. ايه تعوا منفطر سوا ومنشوفكم منقضي وقت مع بعض ما هيك؟ ايه بكرة اصلا تأخر الوقت وبكرة منشوفها ونحن مرتاحين اكتر. تمام. تشرفنا بزيارتكم. نحن منتشكركم على السهرة الحلوة. شكرا كتير يا هلا. يخرب بيته ما سكت بنت الكندرة. ديما ما كنا عرفنا شو نعمل لولاكي. ديما عن جد الليلة أنقذتينا كلياتنا. يلا مرقت الليلة على خير، بس بكرة شو بدنا نعمل؟ الحق معه، شو الحل؟ استنوا بجوز لبكرة تلاقوها وبتزبط كل الأمور. مستحيل، الكندرة انسرقت وما ضاعت وما رح تلتقى. خلص عمر، استنى بجوز الكندرة ضاعت. أنا كتير متفائلة إنه رح تلتقى وما تنسرق، وحتى حاسة إنه هالكندرة رح تكون طاقتها إيجابية كتير. بدي إياكي يلا تعالي. وكيف بدها تجي؟ رح تطير يعني؟ ها؟ لؤي؟ شو بده هلأ؟ لؤي؟ عمر لحقني دخيلك؟ أنا عبود بأرضي، تعال بسرعة على الشركة فوراً. لؤي شو صاير؟ ليش عم تعيط وليش بدي إجي على الشركة؟ أنا مالي قادرة أحرك إيدي بنوب، أنا رح موت إذا ما بتجي بسرعة بسرعة. شبه شو صاير معه هاد؟ يلا لكن لازم تروح. ايه دغري يلا يلا. ماشي. ديما انت خليكي هون، ضبي الطاولة والاغراض جوا. غسان انت تعال معي، الزلمة كان مبين من صوته كتير تعبان. حياتي منيح صوته، ما فيه شي، هذا من الادرينالين بيكون. اكيد منيح، خلينا نحنا نروح كمان. مرت عمي انتو لشو بدكن تجوا؟ عم نقلك الزلمة صوته تعبان وما منعرف شو صاير له. انت امشي تعال يلا. يلا ماشي. بس ما يخبص له اي شي تخبيصة. مستحيل، لا أنا ما بقدر وقف هيك بدون ما أعمل شي. لازم بهيك أوقات نكون كلياتنا واقفين سوا مع بعضنا. رح نروح سامي. لوين؟ يلا لك امشي يلا. خبروني شو بصير معكم مشان ما ينشغل بالي. سمعتوني شي؟ مين سائل عليكي؟ صدقتي حالك ديما؟ شو حلو هالخاتم، كتير أكابري. مين رح تكون البنت يلي بدها تلبسه لها الخاتم؟ مساء الخير مرتي. عمر بيك حاجة تتمسخر علي، الله يوفقك. من فرحتي والله مبسوط، لقينا الكندرة وأخيراً. عن جد عم تحكي؟ قول والله. كتير انبسطت.
أنا تأخرت ولازم أروح. ممنونك كتير مشان اللي صار اليوم، وبهالطريقة ماركو ومارسيلا بيشوفوا الكندرة، وهيك منخلص من أفكارهم ونحسن. إيه معك حق. لؤي هو اللي لقاها للكندرة مو؟ إيه بس بدك تسمعي عياطه بوقتها. إمنا نحن ركضنا لعنده فوراً لنشوف شو صاير معه. فيك ترجعوا على العلبة قبل ما يصير له أي شيء. أنا ضبيت كل شيء مهم وكبيت الزبالة تمام؟ رح روح هلأ. ليش عذبتي حالك؟ يسلم إيديك شكراً. اتأخر الوقت يوصلك شكري أحسن لك؟ بكون ممنونتك. تصبح على خير. بلا ما تيجي بكرة بكير على البيت، تعالي فوراً على الشركة، أنت اليوم تعبتي وصار لازم ترتاحي. طيب.